هو لابد الأمل يكون موجود ولابد أن يكون هناك شعور بأن الانفراج قادمة. وما أخفيك يعني أن الآن نحن نسعى إلى 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 إيجاد حل، سواء عن طريق القانون العفو الشامل أو عن طريق سمو الأمير يعني يتكرم بالعفو عن لأن الناس بيني وبينه قاعدة تقارن بين أمرين. أوكي. الناس يعني ترى بأن هذا حكم قاسي. يعني ما معقولة يعني كسرت يدة باب وضاعت المطرقة أخذ عليها هذه الأحكام لرموز، وفي نفس الوقت نشوف بعيننا يعني وعايشينه جرائم أكبر من ذلك بكثير حقيقة كانت أحكامها مخففة، أو حتى الآن صدرت أحكام لكن لم تطبق ولم تنفذ. أنا أعتقد في الناس لها حق أنها تعتقد بأن هذا الحكم حكم قاسي، حتى بعضهم فسر أن هذا حكم سياسي أكثر. أوكي. إحنا في إطار الحكم الآن أمر واقع بالنسبة لنا، وفي ناس هم خارج الكويت اليوم نتيجة هذا الحكم من ضمنهم نواب حاليين. نعم. الحل وين؟ يعني اليوم مثلا العم أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق يقول مرة أخرى لا بديل عن العفو الشامل، والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون 75 مادة 75 من الدستور، وقانون العفو الشامل شأنه وشأن القوانين الأخرى التي تفرض متى استكملت كافة إجراءات إقرارها من المجلس وفقا لأحكام الدستور. اليوم كان الواحد قاعد يتكلم أن الحل هو العفو الشامل، خلاص ما في مادة ثانية أو ما في حل آخر، أنت مؤيد له؟ هو لازم نفهم بأن حتى حسب هذه المادة يعني أيضا الإرادة الأميرية مطلوبة. أوكي. مطلوب توفرها علشان هذه المادة تقر هذه المادة. نعم. ولذلك أنا أعتقد يعني خلونا نسعى، يعني هو أهم شيء. شوف صراحة يعني لا نجي ونتعامل مع هذا الملف بالذات بعناد. إذا أنت تقول اليوم مش الدعوة من خلال الفرض. لا ما يعني معلش يعني هو قانون. أوكي. المادة أنا أيد كلام أحمد السعدون في أن نسعى لمادة 75، ولذلك أعضاء مجلس الأمة قدموا هذا. أوكي. وفقا لهذه المادة قدموا مشروعهم. أنا أقول خلنا نمشي للآخر في هذا المشروع. لكن في نفس الوقت لا أجي في هالظرف هذا وأجي أستفز السلطة أو قيادة السياسية، زين استفزاز ما له مبرر ولا له داعي. أنت شايف في استفزاز؟ وين استفزاز؟ أنا أعتقد نعم. أنا أعتقد حقيقة، شوف خلنا نكون صريحين معك، هناك نوعين من البشر أو نوعين من الأدوات الفاعل في هالموضوع. أوكي. نوع هناك حقيقة يعني قاعد يتهور في طرحه، وإن كانوا قلة لكن ترى صوت واحد أحيانا يدوش. ونوع آخر حقيقة حقدي. أنا من موضوع دخول المجلس شعرت بأن في الكويت بعض الكويتيين حقيقة قلبهم مليء حقد على مجموعة من فئة من المجتمع، شيء مو طبيعي. حقد حقيقة، يعني فرحانين على القانون اللي الأحكام التي صدرت في حق هؤلاء، ومستانسين كأنهم يعني فتح بالنسبة لهم. ليش ذول ما سووا جريمة كثر غيرهم؟ ما فرحتوا لغيرهم من اللي باقوا والهفوا وراحوا، بينما على هذول قالوا لا، هذول لأنهم أعضاء مجلس أمة يجب أن يكون قدوة. أصلا لما صار هذا الفعل ما كانوا أعضاء مجلس أمة، كان المجلس من حل. لا ما كان من حل. لا ما كان أعضاء مجلس أمة. لا كان 2009 كان أعضاء مجلس أمة. هو 2009 هم في مجلس 2009 الحادثة متى تمت؟ في مجلس 2009 لما تمت كانوا أعضاء مجلس الأمة. كانوا أعضاء في المجلس. على كل حال إذا أنا أشك إنه في أعضاء مجلس الأمة، أذكر لأن وقت التجمعات اللي كانت في ساحة الإرادة. لا هذا قبلها. خلوا مجلس الأمة في البداية اقتحام كان على قضية الإذاعات، المسيرات كانت على الصوت الواحد بعدين. فالاقتحام كان وقت أعضاء مجلس الأمة، 9 نواب كان وقته. على كل حال يعني بالنهاية يظل فعلهم كسرت يدة باب وضاعت مطرقة. يعني عام مني أوكي عطني قول لي عضو مجلس الأمة كسر يدة باب. شو المشكلة؟ وكتبت بالأدلة بأنهم هم يعني ما كسروا ما دشوا غصب.